كان جاري في لندن أنا كنت عنده. نعم. قعدت كم يوم هناك وشفت سعادتك في المستشفى وهتطلع من المستشفى. وبعدين أنا قلت كده في المحكمة. وبعد كده هوت أنا شفتها وسمعت صوتها بتصرخ ونزلت ربوها من البلكونة. كان في ناس عندها والبنت اللي كانت هي عندها يا عيني خدت الفلوس بتاعتها كلها سرقتهم نادية يسري ونزلت ميت. قبل القاضي بيقول لي طب مش عرفت ان هي ما نزلش؟ قلت له يا باشا الميت لما بينزل ويقع ما بينزلش دم. قال لي برافو عليك الشاطر.